اذا بتلاحظ شوف كل البيسز بينفكوا، شايف؟ هاي بتقدر تعملها اربع هوزز القديله ماشي، الاربع اشخاص اربع بيدخلوا نفس الوقت، يعني كل شيء بينفك بتنظف كله كله بينفك. هذا البيس ذيس بيس كان كان تيك ات ابارت كلهم، شايف؟ كله بينفك. هاي فيها فالف اوكي، والفالف هذا بورجيك اياه هون، فيها جوا طابه، عرفت كيف؟ السبع نفسه لما سواه لما عمل الفكره السيد يوسف محيو سكرو، شايف؟ تعمل هو انفنتد ذس ايديا، قلت لك نك، شايف كيف؟ ما في صار الواحد ما بيخاف يحمل الارجيله مهما كانت حجمها وكبرها وكذا. الحلو بالارجيله هي كمان لما عملها عمل ارجيله خصوصي للقهاوي، سوى عملها من اكريليك، البيس تبعها اكريليك ما بتنكسر، يعني بتعرف قديش بكسروا القهاوي الموظفين ما بيهمهم يكسروا، الاكريليك ما بتنكسر، وسبع براس ما بيصدي ابدا. كان اول واحد عملها كمان يوسف، السيد يوسف محيو هو اللي عملها. الفالف اللي عمله نزار اللي عمل فكره الفالف، اللي هو بتدخن اربع اشخاص ممكن يدخنوا، بتفك هدول بتركب فالفز مثل هدول مثل هي، بتشيلها كلها وبتركب مثل هدول، شايف هون؟ بقلب هي في طابه، كل وحده منهم فيها طابه، لما بتدخن انت بتسحب بتشفط الطابه، اللي عم يدخنوا التنين بيدخنوا معك كمان عم تشفط الطابه بيدخنوا عادي، عرفت كيف؟ يعني ما في داعي كل واحد يسكر الهوست تبعه ليدخن، لانه اذا كانت سوشيالايزنج قاعدين مثلا اربع اشخاص عم يدخنوا من ارجيله واحده في داعي يسكر الهوست تبعه، سكر هوزك بدي يدخن، لا عرفت كيف؟ وما في داعي تشير حتى الهوز، يعني خود يلفوا على كلب كل واحدة مدخن من هيز اون هوز. هي انفنتد ذس ايديا، ات واز هيز انفنشن، نزار محي هو اللي عمل الانفنشن هي. يعني براس سيك واو، شايف؟ يعني هاي اند وكله بينفك، شايف؟ كل هذا كله شوف سمول ديتيلز كله يعني هيز كل شيء مفكر فيه، يعني عارف كيف؟ كل بيس مفكر فيها كيف نعمل، عارف شلون؟ وحتى فن مثل فن ارت اتس ريلي ان ارت، عارف كيف؟ ومثل ما قلت لك كل بيس بيجي معها هاي البيس تبع السبع، شوف كيف اذا توسخت بتنظف بكل سهوله وما بيصدق بيعيش عندك فور ايفر. انا عندي ناس صاروا من عندي ارجيله من وقت المحل بال 2003 هلا بتصطوا فيني، بدنا داون تيوب، السبع صلوا من 2003 عنده لسه عم يدخن فيه، ضيعت الداون تيوب انا، شو طب غير جيب واحد جديد، لا اتس فانكشنينج فاين، اي دونت نيد، واي شود اي جيت انذر ون، اي دونت نيد. إذا بدك مثل ما قلت لك تبرد الراس، لأن الناس كثير مثل ما قلت لك بيمسكوا الراس القديمة يفكوه وبينفخوا من تحت مشان يبردوا، أوكي؟ هذا لما بتعمل بالطريقة اللي قلت لك عليها أنا، تخم تفوت من الداون تيوب هون، توف فتحتين، تدخل بالداون تيوب بيطلع من الراس، يبرد الراس، بصير بفرصفة التباكو وبتصير نكس وبطلع الغاز اللي هو ضله، لانه قريب الغاز اللي قلت لك عليه بيكون هافي عند المي، المي دائما بتكون 1 انش ابف الداون تيوب، سو الغاز بيلاقي مكان قريب بيطلع منه خلص صراحه. فلو بتسحب مره ثانيه عم تسحب مره ثانيه كانك عم تدخن الراس هلا انحط جديد، فبتسحب بتحس بالفليفر بالتيست بكل شيء، وممكن تقعد ساعه ونص عم تدخن ما يجعك راسك ابدا. This is a Nizar pattern. It's a patent. We did this. عملنا هذا الباتنت worldwide هلا تقريبا سجلناه، وصلنا صار له اكثر من شيء اربع سنين بالماركت.
right now. This idea, it's a patent. Small idea, بس it's a patent. نزار عملها. كيف؟ لما بتدخل أنت شافت حاطة هون معسل فيه جوس فيه كتير ليكويد. ليكويد كله بفوت بالسبع. بوسخ السبع. بوسخ المي. تصير تقعد بالقهوة عم تشوف المي صفرة المي. مو أعرف شكل. أنا بصراحة بقول لك مش حلو. هاي لاكسيت مسكر شوف كل الجوس بيقعد بالراس ما بينزل على الأرجيلة أبدا أرجيلتك بتضل نظيفة بتدخن أرجيلتك بتضل نظيفة شوف سيمبل فيري سيمبل بس it's an idea it's an invention and it's a utility patent utility patent cost a lot of money and time يعني بتقدم عليها ما بتاخذها بعد 3 سنين بس بتعيش معك بتعيش معك فترة طويلة بتحكي 25 سنة ممكن أكثر حتى كمان إذا بتجدد شغلات فيها. So يعني we're constantly doing something new. على طول على طول عم نعمل شيء جديد. My instrument, it's a clean instrument. وما حتصد. Yeah. تطعجه شوف برجع زي ما هو. شوف ما يعني the quality of the silicone hose عندنا it's well known as one of the top actually. بتحط الأداة اللي هي بتقعد بالهوز. هاي شوف. يعني هاندل وفي الهاندلز many different styles shapes و length و اللي بدك اياه you can customize it بتقلي انا والله بحب الايد القصيره بحب الايد طويله بحب الهوز القصير بحب الطويل بحبه اخضر احمر اخضر يعني شو بدك you can customize يعني حتى ب you can build your own hooker your own ارجيل you can build it yourself تختار اي ازازه بدك شو السبب بدك اياه شو الهوز شو الصحن you build it yourself وكلهم بارتس موجودة أي شيء ضاع من محلك خرب لأنه ما في شيء بيخرب إلا إذا أنت كسرت الأزازة إذا أنت كسرت الأزازة هي مسؤوليتك أنت غير هيك الناس بتجي بس بدها تغير ستايلز هي الأرجيلة الصغار الأول أرجيلة عملناها صغيرة سايز وايز يعني كانت فكرة نزار نحيو حطها بسلة في هاي الراس الأرجيلة تيجي على فكرة كذا لون الأرجيلة تيجي كذا لون الأزاز أبيض أزرق بيربل جرين many colors okay so الفكرة اللي قلت لك عليها اللي عملها هي it was a revolution change بالأرجيل هو هي سواها بطل بطلت نك 7 فوت جوا صارت بطل بحط لها جرامت رابر 7 مفتوح شايف طبعا داون تيوب بنفك عشان تعرف كله بينفك عشان تنظيف هذول كله بينفكوا هذا بينفك تتغير وهذا في لها كمان فكره الموضوع هذا بيتغير هذا ستايل اذا بتشوفوا هذا ستايل بسموه ايجيبشن ستايل راس الايجيبشن اللي هو الراس بفوت من فوق الراس اللبناني غير لبناني في مثل كب فتحه والراس بفوت عليه من جوا بيقعد بالكب جوا وكمان عندنا يعني بتفك بتغير هاي البيس بتصير لبناني ترجع هيك بتصير مصري كيف؟ So الباتنت هذا فيها انه السبع هذا بفوت من فوق على الازازه بيركب شايف كيف؟ هاي ذس ارجيله هاي مثل ما قلت لك يعني يمكن نمبر 1 سيلينغ هوكر لليوم من 2003
2003 اخر 2003 او ولا 2004 لهلا نمبر 1 سيلينج هوكر العالم كله. وين بدك بتلاقيها؟ حتى بالهند بتلاقيها. يعني وين بدك بتلاقيها؟ هذه هاي اول باتنت فيها مسجل ارتيف. ثاني باتنت سله مرقيله بالسله، ما حدا عمل مرقيله بالسله قبل. شو الفائده فيها؟ لما تحط الارقيله بالسله تحط الصحن شوف الديتيلز، انت بدك تشيل الربر عشان تثبت الصحن فيها، شايف كيف؟ تحط الصحن تثبته الربر، تجيب الراس تركبه، تجيب الهوز شايف؟ لأي مكان بفوته وين ما بدك بتدخن، بتروح وين ما بدك، بتمشي بطريق وين تروح، المطبخ تروح الحمام وين ما بدك تروح بتدخن. ما في مشكلة، سهلنا لك إياها بكل شيء بكل الطرق، عرفت كيف؟ الباتنت اللي فيها هي شايف شو مفتوح؟ إنه الراس بيطلع من الفتحة كمان، يعني إنه الأرقيلة سلة بيطلع منها الراس الأرقيلة مشان كمان ما يضايق، كن جوا سهل، بدك تجيب الملقط تشيل تعمل ايزي اكسس.